نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي سوزان شانيل. وصفه اليوم غادي نشارك معكم حصريا ولاول مره على اليوتيوب صلصة او صوص الجوز او الكركاع. صلصة لذيذه بزاف وسهله وسريعه في التحضير، ممكن ترافقوها مع لي كروكيت او اصابع الدجاج. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. الا كنتو اول مره كتشوفوا قناتي ما تنساوش الاشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وإلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تلايكي وتبارتاجيو. قبل ما نبدا الوصفه ما فيها باس نعرفكم على فوائد الجوز او الكركاع. الكركاع كيعتبر من اهم انواع المكسرات الصحيه في العالم، فهو غني بالبروتينات النباتيه وفيه نسبه عاليه من الالياف والمعادن، وفيه كذلك الفيتامينات ومضادات الاكسده، وغني جدا بالاوميغا 3 و 6. بالنسبه للفوائد الصحيه ديالو فهو كيساعد على تنشيط وتقويه الذاكره والجهاز العصبي، كما انه كيقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم. ومن البنات تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات، ودابا ندوزوا الوصفه ديالنا. بالنسبه للمكونات ديال صلصه الجوز او صوص ديال الكركاع، غادي نحتاجوا الكركاع. عندي هنايا 100 غرام ديال الكركاع، 2 معالق كبار ديال عصير الحامض، 3 د المعالق كبار ديال زيت الزيتون او زيت العود، ملعقه كبيره ديال المعدنوس مفروم. البنات غادي نحتاجوا الملحه، الكوزه، 2 صوصه ديال الثومه، ولو زيت ديال الحامض. دابا ندوزو نحضروا الوصفه ديالنا. اول خطوه البنات غادي ندير الكركاع يتحمر. كناخذ واحد المول كندير فيه الكركاع باش ندخلو لوفور يتحمر شويه. كما معروف البنات الكركاع غني بزاف بالبروتينات والدهون النباتيه، وفيه الالياف وفيه الاوميغا 3 والاوميغا 6. كما معروف البنات الكركاع عنده فوائد صحيه كثيره، كيقوي الذاكره وكيقلل اوسي من مستوى الكوليسترول في الدم. البنات كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه كتجي زوينه. دابا غادي ندوز ندخل الكركاع ديالي للفوق ونتلاقاو. البنات الكركاع من بعد ما حمرته مزيان كنديرو في الميكسور، كتجي هاد لاصوص روعه البنات، زوينه بزاف وصحيه. من بعد ما درت البنات الكركاع كنضيف معدنوس ملعقه كبيره، كنضيف 2 فصوصه ديال الثومه، الثومه كتعطي واحد المذاق رائع البنات. من بعد ما درت الثومه كنضيف شويه ديال الكوزه، كنضيف شويه ديال الكوزه كتعطي واحد النسمه زوينه. بالنسبه للكوزه البنات اختياريه. بعد ما درت الكوزه كنضيف لو زيت ديال الحامض، نضيف شويه ديال الملحه، ما تكتروش البنات الملحه حيت لو زيت الحامض والحامض مالحين. المكونات درتهم كاملين في الميكس، ندوز نميكسيهم مزيان البنات، بقاو معايا. غادي نخليها البنات على هذا القوام باش يجي ليا مقرمش. دابا غادي نضيف زيت العود او زيت الزيتون، واحد 2 معالق كبار، كتجي هاد لاصوص روعه البنات، جربوها وردوا عليا في التعليقات. نضيف عصير ديال الحامضه البنات
بالنسبه لزيت الزيتون او زيت لو درت 3 ديال المعالق البنات. غادي نعاود نميكسيهم باش يتجانسوا المكونات مزيان. باقي غادي نزيد شويه. هي الصلصه ديالنا واجده البنات، غادي ندوز نديرها في طبق التقديم. هي صلصه الجوز ديالنا البنات واجده، كنتمنى ان شاء الله تجربوها، وانا متاكده غادي تعجبكم. ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تبارطاجيو قناتي مواقع التواصل الاجتماعي، واذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وميعادنا في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.